السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، وما ننساش ايضا نشكر كل من اكتشف القناه ديالي وخلى لي تعليق ولايك، واللي ما مشتركش اكيد يشترك في القناه والبارطاج اللي مالا. البنات، هذا النهار جيت نشارك معكم كيكه سهله بمقادير جد سهله ومن سابع المستحيلات انها ما تنجح لكمش. مقادير سهله موجوده في اي بيت. غادي نحتاجوا لهذه الكيكه كاس العنبه ديال الحليب، كاس العنبه ديال الزيت، وكاس ديال العنبه ديال السكر خشن غير انا ما عمرتوش، وربعه البيضات، جوج ساشي فاني، وثلاثه الخمارات حمرين 8 غرام، وعندي معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نحتاج قبيصه ديال الملح. هنا غير انا نقصت السكر شويه، ما بغيتش ندير كاس عامر، ديروا نتوما كاس عامر. وهنا البنات غادي ندوز نخلط المكونات اللي عندي. اول حاجه غادي نضيف كاس العنبه ديال الزيت، وغادي نضيف عليه ربعة البيضات بحراره المطبخ. يا البنات كنأكد عليها حيت الا كان غير جبدت البيض من الثلاجه راه ما غاديش يطلع لك الكيكه مزيان، وإلا كان عاد في الثلاجة وجبتيه من الثلاجة ضروري ديري في واحد البول وتزيدي عليه الماء دافي شوية، غير دافي، وتخليه واحد نص ساعة يعني حتى يدفى لك البيض، عاد ديك الساعة استعمليه. غادي نضيف كاس ديال سكر خشن أو سنيدة، وغادي نطرب هاد المكونات. في هاد المرحلة البنات راني نسيت أنا الفاني ما ضفتوش، ولكن نتوما ضيفوه في هاد كيف ما قلت لكم، ضيفوا الفاني مع سكر سنيدة والزيت والبيض، وخلطوا هاد المكونات كاملين حتى يتجانسوا فيما بعضياتهم، يعني حتى يذوب السكر. تقدروا تخلطوا يعني بخلاط كهربائي او لا يدوي ولا حتى مونينكس، شي مرات انا كنديرها حتى بمونينكس يعني ماشي مشكل. وغادي نضيف الحليب حتى هو من بعد، وصافي غادي نحرك بالطرب الكهربائي. غادي نكمل بهذه الطريقه. عندي هنايا دقيق منخول يعني من قبل هاد الكيكه يا البنات، غادي يدخل فيها ربعه الكيسان ديال الدقيق، ربعه الكيسان ديال الدقيق بعبر العنبه، بعبر العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، وكاس ديال الحليب، معهم ربعه البيضات، ثلاثه الخمارات حمرين، جوج ساشي فاني. غادي ديروا معاهم ربعه الكيسان ديال الدقيق بعبر كاس العنبه. يعني كيف ما قلت لكم انا في هذه المرحله راني ضفت السكر فاني حيت نسيته، ولكن نتوما ضيفوه في الاول. كيكه سهله بامكان اي وحده تصاوبها، اي وحده. نتوما هنا غادي نبدا نضيف الدقيق، في هذه المرحله يا البنات انا ضفت فقط ثلاثه الكيسان ديال العنبه يعني حتى نخلطهم مع بعض. غادي نزيد الرابع هنا، يعني درت خماره واحده فيها 16 غرام كانت ديجا عندي، ودرت وحده 8 غرام يعني ثلاثه ديال 8 غرام، غير انا فضلت انني ندير هذيك اللي فيها 16 غرام. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل معجنة هكا ماشي فوق الخماره، والملح حتى هو هكا واحد القبيصه ديال الملح هكذا باش تحيدنا ديك، راكم عارفين ضروري هو كيجي في الحلوه وفي لي كيك ضروري نديرو واحد القبيصه هكا ديال الملح. وغادي نخلط بحال هكا، ها نتوما ثلاثه يعني الخليط باقي خفيف بزاف خفيف. غادي نزيد الكاس الرابع هنايا، وغادي نخلط بالطراب الكهربائي. ها نتوما شوفوا القوام كيف كيكون، هذا هو القوام ديال الكيكه، ما يجيش ثقيل مدقص وما يجيش خفيف بزاف. ها نتوما خفيف ما خصوش يتقطع، شفتو انا بسباتول يعني ما كتهزوش مزيان. هنا عندي واحد المول دائري ضروري دنتو بالزبده ودورت عليه البابي. هنا البنات غادي نقص واحد الكميه قليله تقريبا 4 المعالق كبار، وغادي نضيف لهم هنايا واحد معلقه كبيره ديال الشوكولاتة الدهن، تقدروا تعوضوها بالكاكاو المر، معلقه كبيره نفس يعني النتيجه غير هذا، يعني الشوكولاته ديال الدهن كيجي في الطعم زوين فهمتوا، وراه نفس النتيجه. المهم غير باش نديرو شويه ديال الديكور وصافي، راه تقدروا تستغناو على هذه المرحله هذه، راه ماشي بالضروره ديروها.
وصافي غادي نضيف هذيك المعلقه ديال الشوكولاته وغادي نخلط مزيان حتى يرجع اللون ديالها اسود. ودابا غادي ندوز نفرغ هذا الخليط هذا في المول. الكميه اللي غادي نفرخها في الخليط غادي تكون اكثر من النصف، يعني اكثر من النصف، غادي نخلي غير ربع ديال الخليط بحال هكذا. وغادي نحاول نسرحو مع الجنيبات، غادي نزيد شويه من بعد. ودابا غادي نضيف داك الشكلاط اللي ديجا خلطتو هكا، غادي غير نزوق بيه على شكل دائري بهذه الطريقه هادي. ماشي بالضروره تمحنوا راسكم وتجيبوه مقاد، لا داعي، غادي يجي مقدر الراس، يعني حيت غادي نغطيه صافي. منين درت هذا الشكل هذا على شكل دائري غادي نبدا نغطيه بديك الكميه اللي بقات قليله من الفوق بحال الطريقه هادي. نحاول انني نغطي ديك يعني داك الخليط اللي درتو باللون الاسود، غادي نغطيه بديك الشويه اللي بقى لي ديال خليط ديال الكيكه بحال هكا، ما نخليش داك الشكلاط كيبان. هنا البنات من بعد ما ساليت هذه المرحله ضروريه انني كنخبط هكا اللاطه شويه على الارض او على سطح العمل باش كيخرج الهواء منها وكيخرج منها دوك الفقاعات. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا الفران ديجا طافي، خصو يكون طافي، وكندير في الطبقه الثانيه ديال الفران، يعني كنعليه شويه على داك كيف ما كتشوفوا داك الطبقات اولا دوك الدرجات السنينات هكا اللي كيكونوا مع الجناب، ماشي الاولى، الثانيه هي اللي كندير فيها الكيكه باش ما كتجيش قريبه للسخونيه. وعاد كنشعل عليها على درجه 150 وكنخليها تطيب على خاطرها حتى كيبان لي ان الحراره بدات كتطلع، يعني السخونيه والتحمر بدا كيطلع عليها من الفوق، كتبدا تحمر غير بوحديتها من الفوق بلا ما نشعل عليها. من بعد ملي كتبان لي طابت كنسيب السفود هكا واش طابت، عاد كنطلق عليها السخونيه من الفوق وكتحمر واحد شويه. كيف ما كتشوفوها نتوما جات محمره وزوينه ودغيا كطيب، غير هي الكيكه ضروري ما تنقصوا عليها، ضروري طيب على خاطرها. الا كان الفران ديال الغاز انا الصراحه كيعجبني نديرها في الفران ديال الغاز من الاحسن، كتجي احسن من الفران ديال الضوء. علاش؟ حيت كتقدري تحكمي في الحراره اللي بغيتي على خاطرك، فهمتوا كيفاش؟ وهنايا تزوقوا باش ما بغيتو، انا زوقت هكا بدانيت شوكولا او دانو شوكولا، وتقدروا تزينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما واللي كترتاحوا لها اللي كيبغيو وليداتكم. وهنايا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. كيكه بسيطه ما فيهاش بزاف ديال المقادير، يعني مقاديرها بساط متوفرين في اي بيت، تقدر اي وحده ديرها بهذه الطريقه اللي درتها انا وشاركتها معكم تنجح لها 100%، حيتاش ما فيهاش بزاف ديال المشاكل. شري هذه شري هذه شري هذه، غير كاس الحليب كاس الزيت كاس السنيده ثلاثه الخمارات وربعة البيضات وجوج فاني، صافي ساهله مهله. دابا ان شاء الله نشارك معكم كيكات اخرين ساهلين، وزوقوها باي حاجه عندكم متوفره في الدار. انتما كتشوفوا انايا درت هنايا غير شويه ديال اللوز كان عندي، زوقت به درتو هكا على شكل وريضات على حساب الدراري الصغار، راكم عارفين كتحاولي ما امكن انك تزوقي لهم الحاجه باش ياكلوها. ودانون عادي ديال الشوكولات، شوفوا كي كتجي من الداخل. وما انا من الافضل ديروا يا البنات عرفتوا ديروا غير العسل والكوك، كتجي واعره كتجي بنينه بنينه. شوفوا شحال كتجي يا البنات، يعني عاليه، يعني في الحجم كبيره، فهمتوا كيفاش؟ كتجي عاليه وكبيره وزوينه. وربها وردوا لي الخبر، راه ساهله مهله. وكيف ما متعودين عليا ديما كنجيب لكم الحاجه اللي فيها المقادير بساط، كيف ما انا اصلا كنقلب وكنشوف يعني على شي حاجه تكون بسيطه، حتى انا كنبغي ندير شي حاجه بسيطه. راه واخا تكون انسان عنده اولا ما عندوش، راه خصو يشوف شي حاجه كيقلب على شي حاجه تكون بسيطه، اولا اللي ما عندهمش الله يحسن العون شي حاجه في الامكانيات ديالهم. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، وبالصحه والراحه، ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. ونتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. باي باي عليكم، وما تنسونيش البنات بالتعليق واللايك والبارطاج. السلام عليكم.